أحبتي، نحن في العشر مواصلين، واصلوا ثوابكم الله، تقبل الله منا ومنكم أفضل أيام في الدهر على الإطلاق للعمل الصالح. أحبابي كرروا ورددوا واجعلوا الكون ضج بي: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحبتي شاركوا الكائنات بي: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. في هذه الأيام الفاضلة التي أهي إخواني وأخواتي، قد يضعف الإنسان في الصيام أو قيام الليل، لكن عليه بالذكر فهو أفضل عمل. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أحبتي أحبتي اجعلوا للأسواق وفي المساجد وفي الطرقات ضجيجا وصجيجا ورجه بي: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إخواني وأخواتي، سوف تعلن نتائج وجوائز المجتهدين في هذه العشر يوم العيد، فاجتهدوا الله الله في العمل الصالح بأنواعه. العمل الصالح في هذه الأيام العشر الفاضلة: الصيام، الصدقة، قراءة القرآن، التسبيح، المكوث بعد الفجر لطلوع الشمس، وصلاة ركعتين. أحبتي، كل الأعمال التي نقدمها من أجل صلاح القلب، فركزوا على القلب: المسامحة، المصافاة، العفو عن المسلمين. الله الله، القلب السليم هو وأكثروا في هذه الأيام أيضا من الكلمة الفريدة الرائعة الشريفة الجميلة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحبتي، هذه الأيام فرصة للتوبة والاستغفار والإنابة، كلنا صاحب خطأ وذنب، غفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، تقبلوا تحياتي، السلام عليكم.